شباب وشابات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنعرض مع بعض تقديم النفس. اتكلم بسرعة شوية عشان تقدم نفسك، يعني هتتكلم عن إيه؟ هتتكلم عن اسمك، عن سكنك، عن أنت بتحب إيه، عن أنت عندك إيه، اللي هي إيه بقى؟ الأفعال دي سابيلي يدعى أو يسمى، أبيتي يسكن، أفوار يعني يملك أو عنده، وكمان إيمي يعني يحب. ناخد مثال، بقول Je m'appelle Ali، يعني أنا اسمي علي، يبقى أنت كده استخدمت الفعل سابيلي. جي 16 ans، أنا عندي 16 سنة، يبقى أنت كده استخدمت الفعل أفوار. كمان جابيت أون إيجيبت، أنا ساكن في مصر، يبقى أنت كده استخدمت الفعل أبيتي. كمان جيم لو فير، يعني أنا بحب الأخضر، يبقى أنت كده استخدمت الفعل إيمي. يبقى أنت كده عرفت تقدم نفسك. نخش على المواقف. للسؤال عن الاسم، إزاي تسأل عن الاسم؟ هقول كومون تو تابل، ما اسمك؟ Tu t'appelles comment؟ ما اسمك؟ Quel est ton prénom؟ ما اسمك؟ Je m'appelle Linda. Et toi؟ أنا اسمي ليندا. وأنت؟ كل دول بمعنى ما اسمك. الإجابات: Je m'appelle Laura، اسمي لورا. Mon prénom est Laura، برضو اسمي لورا. Moi c'est Laura، أنا برضو أنا لورا. أسئلة على الدرس الأول. بنحل مع بعض مجموعة من الوثائق. الوثيقة الأولى قدامك، شكلها إيميل مبعوث من mark@yahoo.com إلى camille@yahoo.com. والأوبجيه يعني موضوع الرسالة هو إيه؟ البريزونتاسيون، البريزونتاسيون اللي هو التقديم. فبقولي سالو موا سي مارك، أهلا أنا مارك. جي 14 ans، عندي 14 سنة. جابيت أ مارسي، أنا ساكن في مارسيليا. جو سوي أو ليسي سيزار فرانك، أنا في مدرسة سيزار فرانك الثانوية. جي دو كوبان دو فوت، أنا عندي رفيقين في لعبة كرة القدم. إيل سابيل سيدريك إيه إدجار، هما اسمهم سيدريك وإدجار. جي تروا كوبان دو هاند، وعندي ثلاث رفقاء في لعبة الهاند. إيل سابيل هيكتور جاستان وليونيل، يعني هما هيكتور وجاستان وليونيل. سو دوكيومون إيه، الوثيقة دي بتكون إيه؟ مش هقرا طبعا الاختيارات كلها، هقول الإجابة على طول. طبعا بتكون آن ميل، آن ميل. مارك مارك عنده ايه بقى يا ترى؟ عنده كام صديق؟ هو احنا في الوثيقة بنقول عنده 2 في كرة القدم وتلاتة في الهاندبول، فالاختيارات اللي عندنا كلها غلط ما عدا الإجابة رقم ب اللي هي دو كوبان دو فوت، رفيقين في كرة القدم، هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال التالت، سيزار فرانك ايه؟ سيزار فرانك ده بيكون ايه؟ بيكون طبعا ان ليسي، مدرسة. السؤال الرابع، سون نقط نقط سون كوبان، يعني مين ومين بقى بيكونوا كوبان يا ترى؟ اخر اجابه هي الاجابه الصحيحه اللي هي سيدريك وادجار، هما الاثنين رفقاء، لان الرفقاء مع بعض في لعبه الهاندبول مش هما رفقاء للناس اللي بيلعبوا فوت، تمام؟ فاللي بيلعبوا فوت رفقاء مع بعض، اللي بيلعبوا هاندبول رفقاء مع بعض. الوثيقه الثانيه، حوار روبير وسيلين. روبير بيقول سالو سيلين، اهلا يا سيلين. قالت له سيكي، مين؟ راح قال لها سيتيو ان فوازان، ده تيو جار. راح سيلين قالت سالو تيو، موا جو مابيل سيلين، انا اسمي سيلين. راح قال لها سالو سيلين. ساندرا قالت سالو تيو، موا جو مابيل ساندرا، اون امي دو سيلين، انا اسمي ساندرا، انا صديقة سيلين. تيو قال انشانتي ساندرا، تشرفنا يا ساندرا. روبير قال ما مير ماتون، والدتي تنتظرني، اوروفوار، وداعا. راحت ساندرا قالت ابلوس روبير، الى اللقاء او وداعا يا روبير. فهنا بقى سيلون لو دوكيومون، بحسب الوثيقه اليا ايه؟ يوجد كام شخصيه بتتكلم؟ تعال نعد كده، روبير وسيلين وتيو وساندرا، مفيش حد تاني، تمام؟ يبقى كده 4 بيرسون، هتختار كلمة 4 الإجابة الرابعة. سو دوكيومون إيه؟ بتكون إيه يا ترى؟ بتكون أن ديالوج، أن ديالوج، حوار. رقم 3 تيو إيه؟ تيو بيكون إيه بقى؟ تيو بيكون لو فوازان دو روبير، الجار بتاع روبير، اللي هي الإجابة رقم سي. السؤال الرابع، بور بروندر كونجي روبير دي، علشان روبير يستأذن، هو بيقول إيه؟ بيقول او ريفوار، اللي هي الإجابة الثانية. الوثيقة الثالثة، دو سيبر كوبين سور فيسبوك، يعني 2 رفقاء انترنت على الفيسبوك.
Nada, ou sœur, Nada, tu dis salut, je m'appelle Nada, j'ai 15 ans, j'aime la musique. Et toi, Anna Nada, Anna عندي 15 سنة, بحب الموسيقى وانتي. Sara, elle est moi, c'est Sara, Anna Sara, j'ai 16 ans, عندي 16. J'aime le sport et le dessin, بحب الرياضة والرسم. Je n'aime pas les maths, أنا ما بحبش المات, اللي هي الحساب. Nada, قالت, j'habite à Minia, et toi, أنا ساكنة في المنيا وانتي. Sara, قالت, moi, j'habite à Alexandrie, أنا ساكنة في الإسكندرية. السؤال الأول ندى نقط ندى طبعا عندها كم سنة 16 الإجابة الأولى 16 يعني سارة نقط لمات سارة إيه الرياضيات سارة طبعا مكتوب من هي ما بتحبش الرياضيات اللي هي إيه نمبا الإجابة الأولى ندى إم نقط ندى بتحب إيه تعال نشوف ندى بتحب إيه ندى بتحب الموسيقى يبقى ندى إم لا ميوزيك السؤال الرابع ندى Et Sarah sont, nada bikunu e bikunu deux cyber copines, rafiqatay internet, اللي هي الإجابة الرابعة. الوثيقة اللي بعد كده, je m'appelle Laura Bernard, أنا اسمي لورا برنار, j'ai 16 ans, عندي 16 سنة, j'habite à Lyon, بسكن في ليون, je suis élève au lycée, la paix, أنا تلميذة أو طالبة في مدرسة السلام, la paix يعني السلام, j'aime beaucoup le français, le dessin, et la musique, بحب كتير. الفرنساوي والرسم والموسيقى جادور لوفير بعشق الأحمر الأخضر الروج والأحمر جنيم با لي مات ما بحبش الرياضيات لورا عندها كم سنة يا ترى تعال نشوف لورا عندها 16 سنة اللي هي 16 ans الإجابة الرابعة السؤال الثاني لو بير دو لورا سابيل اسمه ايه اسمه برنار برنار الإجابة الثانية السؤال الثالث لورا نيم با لورا لا تحب ايه تعال نشوف لورا لا تحب ايه في الاخر بتقول جنيم با لي مات انا ما بحبش الرياضيات اللي هي ايه بقى لي مات هي الاجابه الثانيه السؤال الرابع لا بي اي لو نوم دو البي لا بي ده اسم ايه اسم ان ليسي اسم مدرسه وبكده نكون خلصنا اربع وثائق على الدرس الاول اشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي وهنبدأ على طول الدرس التاني تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو القادم وسلام